وامريكان يمكن ما بديكلاراش انا بالي في انستغرام وفيسبوك تيقولوا على المغرب غير العن وسيدنا الله ينصرو غادي يدير تلقيح اكثر من 18 سنه علاش ما بغوش يجربوا قل من 18 سنه شنو هما الاعراض ديال هذا اللقاح وريني اعطيني واحد لا بروسبيكسيون باش نقرا نعرف شحال من الميليغرام نعرف شحال وما تعرف يكون فيه اليورانيوم يكون فيه شي 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 ماده اللي غتعوق لينا حياتي كامله عقلتي داك الجلبه اللي كانوا كيديروا لينا مطبع ياك ما كايناش شي دوله الحمد لله قريت في الغربه ما خليت حتى بلاد في العالم هذيك الجلبه اللي عندنا عندنا احنا المغاربه يعني طبعونا وما تعرف اخويا هذا اللقاح هذا يجي لنا شي حاجه اخرى ما تعرفش ما تعرفش لنفترض ان التجربه نجحت في الاول واش غادي تكون من الاخرين اللي غادي يستافدوا غير كنا من الوسطين من الوسط ما غنكونش من الاولين وما غنكونش من الاخرين فهمتي كما قرانا في انشاء مقدمه عرض خاتمه انا غنكون من العرض الوسط اما يجربوا ونشوفوا